يعني ايه مجلس بروح الفانيلا الحمراء؟ يعني ايه هي الكلمه دي؟ بنقولها ليه دايما؟ دايما بنقعد نقول ايه، احنا عندنا مجلس بروح الفانيلا الحمراء، او سلوجن كده دايما بنمشي عليه اسمه روح الفانيلا الحمراء. يعني ايه مجلس بروح الفانيلا الحمراء؟ عارفين يعني ايه؟ يعني لما حضراتكم كجمهور يبقى نفسكم في حاجه، ها، وتبقى في صالح النادي الاهلي، تلاقي المجلس ده عملها، لان هي دي روح الفانيلا الحمراء، هي دي روح الفانيلا الحمراء. اول ما حضراتكم ابتديتوا تقلقوا على لعيب، ايه اللي حصل قبلها بسنه ونص؟ اهو قبلها بسنه ونص ايه اللي حصل؟ تم تجديد عقد هذا اللاعب، النجم الكبير علي معلول. علي معلول من اقرب الناس للاهلاويه كلهم، والاهلاويه كلهم عارفين دوره وعارفين قد ايه هو مؤثر مع فريق النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لا يقف على احد، خلي بال حضراتكم كلمه مهمه جدا، النادي الاهلي لا يقف على احد، ولكن اول ما حضراتكم بس ابتديتوا كده تشكوا او تقلقوا، ايه اللي حصل؟ تعالى علي، اقعد يا علي. قبل مباراه امس بيوم كابتن سيد عبد الحفيظ، انا بقول لكم برده شويه كواليس كده، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع علي معلول، قال له علي احنا عايزينك تجدد في النادي الاهلي. واجهش علي في بالبكاء والكلام اللي فقري، عارفين فاكرين الكلام ده؟ علي لم يجهش بقى بالبكاء، ولكن قال كلمه واحده، قال انا بحب النادي ده وعايز النادي ده ومش هبعد عن النادي ده، وجمهور النادي ده هو اللي هيخليني اكمل في النادي، واللعيبه اللي موجوده والبطولات اللي هناخدها الفتره اللي جايه والدوري اللي احنا بنلعب فيه. علي معلول خلص، قعد ظبط كل حاجه مع كابتن سيد عبد الحفيظ. تاني يوم الماتش، بعد الماتش مضى على العقود، وبعد كده سافر تنزانيا. في اسهل من كده؟ في اسهل من كده حاجه يا جماعه؟ ما فيش اسهل. او اوفر على على سيره علي معلول اهو. في اسهل من كده؟ ده علي معلول. كريم ندفد نفس الكلام، واحد من ابناء النادي المخلصين اللي ظهر بشكل جيد جدا خلال الفتره اللي فاتت، الكل بيشيد بمستوى كريم ندفد. كريم ندفد قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال له انا حمضي 5 سنين ومضى، وهناك لاعب ثالث انتهى يعني بنسبه كبيره جدا جدا في خلال اسبوع من دلوقتي او بعد العوده من تنزانيا، سيتم الاعلان عن تجديد احد اهم لاعبي النادي الاهلي اللي متواجدين حاليا في الفريق. حضراتكم بس تناموا كده، تحلبوا وتصحوا الصبح تلاقوا كل حاجه تمام. يعني هو ده، يعني لما حد يجي يقول لك يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، او يعني ايه مجلس بروح الفانيلا الحمراء، فهموا بقى واحده واحده كده. قول له انا كجمهور لما بنام كده وبحلم اقول يا سلام لو الاقي علي معلول مجدد بكره، بلاقي علي معلول مجدد. يا سلام لما لو لقيت حسين الشحات عندي في الفريق، بلاقي حسين الشحات. يا سلام لو لقيت ياسر ابراهيم، بلاقي ياسر ابراهيم. كل من اراد النادي الاهلي ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي كان موجود في النادي الاهلي. هو ده اللي اسمه روح مجلس بروح الفانيلا الحمراء. وللاهلي عايز يجابه بالمناسبه، الاهلي عايز في ظل طبعا اللي حضراتكم شايفينه، وفي ظل التكتلات، وفي ظل كل ده، كل الناس بتبقى عايزه تيجي على النادي الاهلي وهنا وهنا وهنا، ولكن رغبات اللاعبين في التواجد بين حضراتكم كجمهور، بين حضراتكم كجمهور، هي اللي خلتهم يبقوا متواجدين او عايزين يبقوا لابسين فانيله النادي الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم ما تقلقوش من حاجه، القادم افضل، القادم افضل، القادم افضل، وان شاء الله بكتير بكتير. الفرقه ابتدت تجهز، المباراه اللي فاتت كانت وحشه، وقلنا لحضراتكم اسباب ان المباراه اللي فاتت ما كانتش كويسه ليه، واتكلمنا مع حضراتكم في امور فنيه كثيره جدا، والنهارده هنتكلم اكتر واكتر مع نجومنا الكبار الكابتن فتحي نصير، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه حسني. هنتكلم معاهم لماذا ظهر الاهلي سيئا في المباراه الاخيره. احنا عمرنا ما هنحط دماغنا في التراب، عمرنا، احنا النادي الاهلي يا جماعه، عمرنا ما هنحط دماغنا في التراب. كنا وحشين بس خدنا 3 بونت، خدنا 3 بونت، هو ده المهم بالنسبه لنا دلوقتي. ولكن المباريات القادمه ان شاء الله هتبقى فيها صعوبه، انا عارف، لانه مباريات متتاليه ومتواليه على النادي الاهلي، ولكن هذا هو قدر النادي الاهلي، وهو ده اللي التزم بيه النادي الاهلي النهارده في قراراته، وعشان كده بيقول انا ملتزم لغايه يوم 30 مارس بالجواب اللي انت بعته لي.
احنا بنلعب كل 72 ساعه. في ال 72 ساعه دول بقى مش مثلا اللي بقى اللعيب مريح، لا، اللعيب بيبقى مسافر، يا اسكندريه يا بترو سبورت، ما هو التجمع سفر برضو، يا بترو سبورت يا اما تنزانيا النهارده زي ما اللعيبه لسه مسافرين من شويه تنزانيا، وصلوا بكره ان شاء الله بالسلامه ويلعبوا مباراتهم امام سيمبا التنزاني. وبالتالي ما تقلقوش على فرقتكم، عندكم فريق محترم، عندكم فريق بروح الفانيلا الحمر، وعندكم مجلس بروح الفانيلا الحمر، فما تقلقوش من اي حاجه خالص. انا عايز بس حضراتكم كده تناموا وتستريحوا وتطمنوا وتعرفوا ان احنا دايما او مجلس اداره النادي الاهلي وكل العاملين في النادي الاهلي مش عايزين يعملوا حاجه غير ارضاء حضراتكم كجمهور، ارضاء حضراتكم كجمهور. وزي ما قلت لكم انتوا كده نمتوا صحيتوا لقيتوا علي معلول جدد وكريم نيدفيد جدد وفي لعيب ثالث في خلال في ظرف 4 5 ايام ان شاء الله لما يرجعوا من تنزانيا هتلاقوا يتم الاعلان رسميا على توقيع احد اللاعبين وتجديده لمده سنتين قادمتين زياده عن السنه ونص اللي فاضلين ولا السنتين اللي فاضلين. فما تقلقوش ان شاء الله من حاجه، كل الامور ماشيه في اتجاهها الصحيح. حاجه واحده بس اللي فاضله، ان حضراتكم تفضلوا في ظهر النادي الاهلي، حضراتكم تفضلوا. والكلام طبعا والله الكلام اللي بيتقال فقاعات الهوى، انا دايما بسميها كده، الفقاعات اللي بتتقال دي سيبوكم منها، اتفرجوا عليها واضحكوا زي ما انا بعمل. الناس كده تقعد تقول لي، اقول لهم ماشي هاتوا كده، اقعد افتح البتاع واتفرج عليه شويه واقعد اضحك. والله انا في حاجات كده، في فيديوهات بقعد افتحها عشان اضحك بس، ما بعملش حاجه ثانيه، بس بضحك بس. هي نفس الاسطوانه المشروخه اللي بتتقال هنا بتتقال هنا بتتقال هنا، بتتقال من ده بتتقال من ده بتتقال، هي نفس الاسطوانه مش هتتغير. خدوا بال حضراتكم، مفيش جديد، مفيش جددوا طيب يا جماعه، شوفوا حاجه جديده، احنا عندنا استعداد، ما عندناش مشكله يعني، لكن هي نفس الاسطوانه وهي هي نفس الكلام، هو نفس الاسلوب وهو نفس الطريقه، والكل صامت الا مجلس اداره النادي الاهلي الذي يبحث دائما عن حاجتين، مصلحه البلد العليا، مصلحة اسم مصر أولا ثم اسم النادي الأهلي.